حضراتكم مجددا مشاهدينا، وبرحب بيك زميلي الدكتور سامح نصر الدين هتشارك تقديم الحلقه النهارده. اهلا بيك منور شباب لايف. ازيك يا نرمين، عامله ايه، اخبارك ايه؟ تمام. كله تمام. تمام، منوره بيكي طبعا. منوره بيكي. احب في البدايه قبل ما نخش في الموضوع اللي بنتكلم فيه النهارده، حابب ان انا طبعا يعني اشيد واشكر بكل القائمين على البرنامج شباب لايف، طبعا نرمين طبعا زميلتي والصديقه العزيزه، وطبعا استاذ فوزي واستاذ حنان واستاذ خالد الحسيني واستاذ محمد كويدر، وطبعا الاخ والاخ الاصغر والاعلامي الجميل مصطفى كمال. بشكركم كلكم طبعا، وانا مبسوط ان انا اكيد وانا موجود معاكم. ربنا يخليكي. دكتور سامح، شفنا طبعا في الاخبار ان في اخبار كده يعني بقت بتتردد دلوقتي عن في مصطلحات كتيره غريبه او ممكن تكون صعبه على المشاهدين، او في كتير مش ملم بالموضوع بالموضوعات الاقتصاديه قوي، زي موضوع النهارده الاقتصاد الاخضر. بالظبط. المصطلح نفسه عارفه يعني دايما بتحسي ان هو صعب شويه، او نسمعه كده ايه الاقتصاد الاخضر، تروح على الزرع بالظبط كده، شجر بقى وزرع، وفي ناس تربطها بمناطق معينه زي اللي هو الحزام الاخضر، ده احد المناطق اللي موجوده، وفي حاجات تانية كتيره كده الناس بتدخلها في الموضوع. ولكن هو في النهايه موضوع الاقتصاد الاخضر بسيط جدا، يعني زي ما كنت انا وانت بندردش كده، هو الموضوع ازاي ان انت كده كده تعمل تنمي الاقتصاد بتاعك وتشتغل على المصانع وتشتغل، انا بقول تعريف مبسط جدا طبعا، وتشاركيني الراي في الحته دي، وازاي ان انت بتزود الدخل والعماله وفي نفس الوقت منعا للتلوث ومنعا للمشاكل البيئيه الكتيره اللي ممكن تحصل. فيعني انت لو شايفه حاجه تانية ان احنا القطاع العام ازاي والقطاع الخاص ازاي، اكيد برضو الموضوع ايه بيفرق كتير. هي كانت دكتوره هالة السعيد وزيره التخطيط والتنميه الاقتصاديه كانت توجهت على ضروره توجيه الاقتصاد اللي هو الاقتصاد التقليدي للاقتصاد الاخضر. بالزبط. ده يحقق اهداف التنميه المستدامه واللي هنتكلم عليها برضو بعدين، والتحول من التنميه التقليديه الى التنميه الاكثر استدامه. دكتور سامح، يعني الوزاره خصصت 400 مليار جنيه لتطوير الاقتصاد الاخضر، ده طبعا علشان الاهميه اللي هو بتوليها الدوله ان هي تتحول من لان الاقتصاد العادي طبعا مهم وبيحقق تنميه سريعه وكبيره، لكن معاه برضو بيبقى فيه التلوث البيئي، وزي ما حضرتك قلت يعيبه موضوع التلوث فعلا زي ما حضرتك بتقولي. وكمان حكومه مصر كمان كانت عامله خطه طويله الاجل ان 20% من الاحتياجات الكهربائيه كلها هتتحول من مصادر الطاقه المتجدده عام 2020، يعني اللي احنا خلاص فيه ان شاء الله العمليه تتطور لكده. غير بقى ان احنا عارفه عايزين نذكر برضو فوائد الاقتصاد الاخضر للناس. أي. يعني عندنا مثلا ده بيزود لك فرص عمل اضافيه. طبعا اكيد رقم واحد يعني ممكن نذكرها اول حاجه، الحفاظ على البيئه ومنع التلوث زي ما اتفقنا. غير كده كمان بيبقى في استخدام افضل للموارد، الموارد بتاعتك انت اللي موجوده في البلد ايا كانت نوعها بيبقى فيه افضل. تخفيف الفقر وخاصه في الريف. انت عارفه برضو يا استاذه نرمين دايما احنا عندنا مشكله في الريف. يعني ممكن احنا الناس اللي عايشه في القاهره واسكندريه وجميع المحافظات مش حاسه بالمعاناه الكتيره اللي موجوده في الايه في الريف او في القرى، فده يخفف الفقر بشكل كبير، ده بعض من فوائد الاقتصاد الاخضر. هما الدوله اتجهت كمان للاقتصاد الاخضر او بشكل العالم كله دلوقتي علشان يقلل العوادم والكربون اللي هيعمل احتباس حراري، يعني درجه حراره العالم كله بتزيد، هيؤدي لإذابة الثلوج ونغرق احنا بقى. ده خلاص بقى، ده الموضوع ده على فكره خلي بالك دلوقتي الموضوع ده يمكن كان بقاله اكتر من سنه بيتردد، ولكن جم طبعا دلوقتي ظهرت كورونا يعني، ويمكن العالم كله بيتجه لكورونا دلوقتي، ربنا يشفي الجميع يا رب كده ويعافينا كلنا. ولكن موضوع إذابة الثلج ده فعلا هيبقى كارثه بيئيه هتحطم العالم كله، ولذلك فعلا العالم كله اتجه على كده زي ما انت بتقولي، ويا رب يا رب ناخد بالنا شويه بقى من البيئه، وناخد بالنا شويه من الجزء اللي هو خاص بالبيئه والجانب البيئي شويه. هو الاقتصاد الاخضر فيه كمان عده مصطلحات بتبقى مرتبطه بيه. تمام. زي الوظائف الخضراء والاستثمارات الخضراء. بالظبط. والضرائب الخضراء، دي كلها ما لهاش اي علاقه بالحاجات الخضراء. ايوه ده كلها ليها علاقه بان هي تبعد عن التلوث. يعني الاستثمارات الخضراء دي زي المترو مثلا، استثمار ما يطلعش عوادم. صح. ما يطلعش كربون ونيتروجين والحاجات اللي هي بتؤدي للاحتباس الحراري. كمان الضرائب الخضراء دي برضو عايزين نوضح للمشاهدين، الضرائب الخضراء دي علشان انا مثلا اتسببت في تلوث بيئي ادفع ضريبه بشكل معين،
فتدفع الضريبه والدوله تصلح التلوث اللي احنا اللي ده برضو بيخلي فيه علاقه بين، علشان كده الاثنين بيتذكروا مع بعض، الاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه، الاثنين الهدف منهم والجمع بينهم بيبقى علشان خاطر البعد عن التدهور البيئي. وده اللي احنا فعلا عايزين نوصل له في موضوع التنميه المستدامه زي ما انت قلت كده بالظبط كده، وخاصه ان في اربع ابعاد كده دايما نلاقي الناس بتتكلم فيها، وهي ببساطه شديده جدا في الجانب البيئي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب الاداري. يمكن الاربعه دول او الاربع اعمده دول هم دول اللي هيساعدونا في تحقيق الاقتصاد الاخضر مع التنميه المستدامه ان شاء الله. دكتور سامح، حضرتك نورت شباب لايف النهارده، ونستنى منك حلقات حلوه برضو تانية كتير، وجمهورنا الجميل يا ريت تكونوا استفدتوا النهارده من الحلقه وعرفتوا يعني ايه الاقتصاد الاخضر والتنميه المستدامه بشكل مفصل، ونكون قدرنا نفيدكم. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء. بشكرك جدا نرمين، بشكرك جدا طبعا، وبشكر شباب لايف، وإن شاء الله في حلقات تانية بإذن الله أكتر مع بيننا وبين بعض إن شاء الله. بإذن الله. إن شاء الله. شكرا. شكرا لحضراتكم، نشوفكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.